هدمت السلطات الأسترالية برجي دخان ومبنى تقني في محطة توليد الطاقة الكهربائية تعمل بالفحم الحجري، واختفى البرجان اللذان يبلغ ارتفاعهما 175 مترا والمبنى التقني المجاور للبرجين وسط سحابة من الغبار في مصنع وليروانغ في بلدة ليثغو بولاية نيو ساوث ويلز في غرب سيدني. وقالت وسائل إعلام محلية أنه سيتم تحويل الموقع إلى مركز لتوليد الطاقة المتجددة. Thank you.